3 أشهر افتتحت نافورة بارك شار في وسط القلعة بعد إعادة ترميمها وترتيبها من جديد بحضور شخصيات تمثل الحكومة المحلية والمواطنين في أربيل. الحمد لله اليوم تم افتتاح مشروع تعمير البارك شار إلى أحد معالم مدينة أربيل اللي كان قبل ما يعمرون بنواقص والإكساءات كان بضرر المضخات والبنية التحتية للبارك، فتم الإكساءات الخارجية من الجرانيت للنافورة وكذلك الممشى الزجاج والخشب والبنية التحتية من المضخات والإنارات والإكساءات الخارجية للنافورة. ويذكر أن هذه النافورة تمثل وجهة جميع العراقيين من أهالي أربيل وكل من يزورها من المحافظات العراقية، وقد تحولت هذه النافورة إلى مكان وملتقى لجميع الأطياف والأعراق، لذا فإنها عراق مصغر. أهم معلم في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بإعادة تأهيله، وخلال الفترة التي تم الإعلان عنها سابقا 90 يوم استطعنا الحمد لله لم نتجاوز الوقت، كانت هنالك البنية التحتية متأثرة جدا. وسط مدينة أربيل يقع بارك شار التي يعتبر رمزا لمدينة أربيل ويجمع جميع الطوائف والقوميات من جميع المحافظات. لبرنامج صباح الخير يا عراق، لينا الجزائري، أربيل.